هؤلاء تضامنوا مع محمد رمضان. عبر الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان عن حزنه العميق من عدم تضامن جمهوره معه وعدم تفهم نقابة المهن التمثيلية التي قررت توقيفه نهائيا عن مزاولة مهنة التمثيل. ونشر رمضان على حسابه الخاص بتطبيق إنستغرام تعليقا جاء فيه: أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي، وإني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير. ثانيا، المكان مطعم مش حفلة خاصة، وشغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي، ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا عامل إيه. في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم، ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر. شكرا نقابة المهن التمثيلية، شكرا شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي في رمضان القادم، شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقتي في الله وحده. الفنانة السورية فرح يوسف تضامنت مع رمضان وكتبت تعليقا على منشوره قالت فيه: شو عمل الرجال، هو فنان ومعروف ومحبوب، وأكيد ما رح يطلب من كل واحد ملفه الشخصي قبل ما يتصور معه. أما الفنانة إنجي الخطاب فقد تضامنت مع رمضان بدورها وكتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا متأكدة أن دي غلطة مش مقصودة منك، وأكيد ما كنتش تعرف جنسيته، ومتأكدة من وطنيتك، ربنا يظهر الحق ويعوضك خير. أما مهيرة عبد العزيز فقد نشرت تعليقا قالت من خلاله: محمد رمضان مصري أصيل، وإن شاء الله سحابة تصيف وتعدي. بدوره حسام الحسيني الذي تعامل معه رمضان في أغنية إنساي التي جمعته بالنجم المغربي سعد المجرد، عبر عن تضامنه الشديد مع محمد رمضان وكتب: ربنا هيظهر الحق إن شاء الله، وتكون حاجة عرضة، وجمهورك أكيد فاهم كويس موقفك ووطنيتك. عدد المتضامنين مع رمضان لم ينفع أمام موجة الهجوم الحاد والانتقادات التي وصلت إلى حد وصف محمد رمضان بالصهيوني. وهكذا علق الفنان الشاب نادر أحمد حجازي قائلا: فنان أعمى وجعان يسعى خلف الشهرة والفلوس فقط، وبعدين إيه ما كنتش تعرف دي، ده الدوبلير لو تطلب في شغل بيعرف هو ايه الاول، انت رايح مكان وترقص وتغني وتتصور وما تعرفش انت فين. اما الباقي فقد علق بطرق مختلفة وكتب احدهم: اسلوبك ده غلط بيستفز الناس. في حين كتبت احداهن: لو تستشهد 3 مرات مش مسامحينك، خلاص راحت عليك. إحداهن أيضا نشرت تعليقا قالت فيه: والله أفضل قرار، أنت لا صوت حلو، لا تمثيل حلو، لا خلقة، مدري على من مسوي هاي الضجة. ويعيش رمضان تحت قصف الشعب المصري والعربي الغاضب بعدما تم تداول مجموعة صور تجمعه بالمغني الإسرائيلي عمير آدم واللاعب الإسرائيلي ضياء 7 ورائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا.